بسم الله الرحمن الرحيم. شيماء العلوي عميدة فريق ماتش طنجة. الحمد لله احنا فرحانين بزاف بهذا الانتصار اللي درنا اليوم. اول مره في تاريخ يعني ماتش طنجة كيحقق لقب ديال كاس العرش. هو واحد الكاس اللي هي ثمينه وحنايا خدمنا عليها بزاف يعني من الاول ديال العام. ما جاش داكشي ساهل من الاول العام وحنايا لي زونترينمون شاك جوغ المكتب المسير موفر لينا كلشي. كنشكرهم كاملين وكنشكر الناس اللي ديبلاصات حتى لكازا وجات لعندنا باش تفرج فينا. تنتمنى حد الطيب لفريق الذكور حتى هما عندهم الفينال دابا ان شاء الله ديال كاس العرش. وكنتمنوا رجعوا لطنجه ان شاء الله بجوج كيسان. البطوله حنا كنوجدوا ليها ان شاء الله هذا العام. حنا تنقولوا اننا غنقدروا نجيبوا البطوله وكاس العرش وهذا واحد الفعل خير لينا اننا جبنا الاولى نقدروا نجيبوا الثانيه ان شاء الله. السلام عليكم. محمد فتحي مساعد مدرب ديال اتحاد طنجه سيدات. كانت هذا العام هذا الحمد لله قدرنا اننا نتوجوا بكاس العرش وحاليا حنا في الدمي فينال ديال البطوله وان شاء الله بغينا نديروا ان شاء الله ازدواجيه الى كتب ان شاء الله. الاكسبيريونس كانت رائعه جدا. قدرنا اننا نجيبوا كاس العرش من بعد واحد العناء طويل زعما ديال الخدمه. الحمد لله واحد العام ديال الخدمه تبارك الله والبنات ما حشموناش ساعدونا بزاف في لي زونطريمون وحاولوا انهم يابليكيو داكشي كامل اللي قدرنا اننا ندوزوه لهم سواء انا سواء الكوتش. اوكي اول حاجه كنشكر الجمهور ديال طنجة اللي تنقل معنا اليوم وكان مساند ديالنا في هذه المباراه هذه. وحنا فرحانين جدا بهذه المباراه اللي كنا ربحنا فيها فريق اللي هو كان متصدر الاولاني في البطوله. والحمد لله حنا فرحانين بزاف بهذا الكاس الغاليه اللي غادي نهبطوها لطنجة. وفرحانين بزاف باننا اول عام ديالنا والثاني عام ديالنا اللي غادي نتاهلوا فيه النهائي ديال كاس العرش وغادي نديو كاس العرش الحمد لله. وكنشكر بزاف الكوميتي ديالنا اللي كان مساندنا طول العام.